مساء الخير أعزائنا المشاهدين. كثير من السيدات اللي بيشتركوا اليوم في النوادي الرياضية النسائية في السعودية هدفهم إنقاص الوزن، وتقريباً 50% منهم ما بينتظموا لأنه عندهم كورسات وتمارين يومية بيهملوها دائماً، مع أنه المدربات بيأكدوا أن التغيير المؤقت راح يبقى مؤقت، وإذا كنا نبغى نوصل للنتيجة الصح لازم نغير أسلوب حياتنا على طول. اليوم حنتكلم عن رياضات متنوعة منها TRX، وضيفتنا هي مدربة اللياقة السعودية كابتن نجلة بخاري. أهلا وسهلا فيك كابتن نجلة. أهلا وسهلا فيك كابتن. كابتن نجلة، إحنا اللي بغى نعرف السيدات يحبوا التغيير ويبغوا أجسام جميلة ورائعة لكن ما بيلتزموا، إيش الأسباب برأيك؟ ليش؟ عشان يبغوا كل شيء بسرعة، يبغوا كل شيء سريع. في خلال شهر تجيني واحدة تقول لي أنا أبغى أنزل 10-20 كيلو وخلاص. نو واي، ما في شيء كده. طيب انت الوزن اللي انت اكتسبتيه اوريدي هذا اكتسبتيه في خلال شهر شهرين؟ لا طبعا، في خلال سنين. فمش يعني مو معقول انه انت حتخسريه في دي الفتره. اوكي طيب التزمت، قعدت شهر شهرين ثلاثه، طيب قعدت نزلت الوزن اللي هي تبغاه، خلاص وصلت انا للي كده ابغى. ترجع البيت وترجع للعادات السيئه مره ثانيه، والكسل والنوم والحركات هذه والأكل السيئة طبعا، حترجع تستعيد هذاك الوزن وزيادة حبتين عليك. طبعا يغلب التطبع في الرياضة. بالضبط، للأسف. عشان كده أنا لما يجوني البنات أقول لهم change your lifestyle، غيري نظام حياتك، عشان أنت في النهاية أنت اللي حتستفيدي. لا تفكر يوم من الأيام أنه أنت مثلا تضعفي عشان مثلا زوجك طلب منك، ولا عشان الدكتور طلب منك، ولا عشان لا لا لا، عشانك أنت تشوفي نفسك حلوة، تشوفي نفسك صح، لما تلبسي لما تكش صحتك أهم حاجة. طيب يعني أنت تقصدي أستاذة دحيقة، عفوا كوتش، أنت تقصدي أنه الالتزام بالرياضة بيؤدي إلى تغيير اللايف ستايل حقنا، ولا أنه مثلا أنه الرياضة المؤقتة قد تؤدي إلى نتائج مؤقتة فقط؟ بالضبط بالضبط، الرياضة المؤقتة تؤدي إلى نتائج مؤقتة زي ما قلتي بالضبط، بس لما الواحدة بتغير نظام حياتها لو نص ساعة ساعة في اليوم عندها على الأقل، أمشي على الأقل، أمشي، أتحركي من مكان لمكان، نطنطي، عندك أكيد أطفال في البيت ألعبي معاهم، تنظيف البيت ولا أحلى، وزي كده بحركات هذه الواحد بيغير مشي حالك. طيب بالطريقة دي. كابتن نجلة، احنا نبغى نعرف، قبل شوية قلنا انه حضرتك متخصصة في رياضة TRX. ايش الحكاية وايش TRX وايش النتائج المفروض ان احنا نتوقعها من هذه الرياضة؟ TRX هذا عشقي، وهو شيء جديد نازل تقريبا في السعودية. يعني يقولي ما اقول لك جديد مرة، هو تقريبا نزل في خلال يعني في عام 2006. هو اللي اخترعه اصلا القوات البحرية الامريكية. اخترعوه لما ايام الحرب، لما راحوا كده هناك الجيش نفسه لما كان في نفس السفن البحرية يبغى يعمل رياضة، يبغى يعمل، بس ما في طبعا أجهزة، ما في حاجة، بس اخترع واحد فيهم، واحد ضابط اخترع الحبال هذه بس بالطريقة هذه. إنه هي إيش فائدتها أصلا؟ تقوية عضلات الجسم، نحت الجسم، يشيل الدهون كلها من الجسم. في ناس لقوا إنه حتى أوزانهم بتنزل. شايفه قصدك هذا اللي يفضل يحط حديده كده ويتعلق عليها؟ إيه، في النوادي بيعلقوها في السقف، بتنزل كده حبلين. أيوه. فيها زي الاثنين كده جريب، فممكن تدخلي ايدك فيها او انه رجلك فيها، وبتعملي تمارين لكل عضلات الجسم، تشد عضلات الجسم، تشد عضلات الجسم وتنحت. تنحت، بتحرق الدهون، تكبر العضله، فبالتالي ايش بيصير؟ بنحرك الدهون. طيب، اللي حول العضله. تمام. دحين نجله، دحين بالنسبه لهذه الرياضه، انا فهمت من كلامك، انا تهيل انا عارفاها لانه انت عارفه لسه بتقولي لي انا بروح الجيم دائما وتشوفيني، بس البوينت انه هذه الرياضة تعتبر من الرياضات الأجريسيف اللي هي القاسية، الرياضات العنيفة، فيبغى لها متمرسين، يبغى لها مش أحد يكون بيجنر، يبغى لها أحد يكون. لا لا، شوفي حلاوة TRX إنه هو بيمشي على جميع الأعمار، بيمشي لجميع المستويات، كل حتى بيجنر أو بيجنرز أدفانس، فيا على كمان الادفانس كل شيء. يعني انا لما مثلا عندي في الكلاس الواحد يجوني 10 12 بنت في الكلاس، لابد تجيني واحده اثنين ثلاثه بيجنرز واثنين ما شاء الله مره ادفانس. بيصير بعد حين الكلام. طب هي قد ايه، قد ايه المفروض ان انا اعملها عشان احصل على النتائج؟ هل هي كلاس كلاسين في خلال الاسبوع؟ قصدك في الاسبوع اثنين ثلاثه، اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه بتساعد لك لقد ايه، لمده قد ايه؟ هي حلاوتها انه هي، شوفي يا شوفي، هي حلاوة TRX انه فيه هو دمج بين رياضات التحمل ورياضات المقاومة الاثنين. اصلا كان الجيش الامريكي يستخدمها. بالزبط. يعني اكيد يعني إنه رياضات مقاومة يعني يعني انت بتقاومي وزن جسمك، بتشيلي وزن جسمك. بس انت الفكرة انه هذا الجيش رجل، بيختلف عن السيدة نفسه يمشي. بقول لك حتى يعني انا اللي عاجبني كمان عندي في النادي بيجوني ستات كبار.
الله عليك. يعجبوني يعجبوني يعني. عزيمتهم تكون اقوى بكثير من الشباب. عارفه كلهم يبوا عارفوا يعني ما شاء الله الشيء الحلو الصدى اللي بلاقيه فيهم بعد كده والله اكثر من الصغار. الصغار تشوفيهم بتدلعوا مش عارفه بس ما شاء الله الكبار عندهم اراده حلوه تعجبني. طب كابتن نجله ابغى اقول لك على موضوع دحين لو يعني عندك سيده الان مشتركه وتبغى تعمل برنامج كامل لفتره معينه عشان تطلع بنتائج مرجوه يعني بيرسونال تريننج ايوه كيف ممكن تستمر؟ ايش الخطه اللي انت تستخدميها معاها عشان توصل لهدفها؟ اوكي طبعا حاجي حشوفها في البدايه راح اعرف هي ايش تبغى اول شيء اول شيء تبغى لياقه تبغى تخسر وزن تبغى يعني تبغى بس كده يعني يعني تبغى بس كده يعني تنظم حياتها ايش تبغى هي بالضبط؟ طبعا حشوف هي اول شيء ايش تبغى راح اخذ وزنها واخذ قياساتها وانا اهم شيء عندي القياسات ترى انا ما طالع في الوزن كثير الميزان اغلبهم بقول لك لازم الميجرمنت القياسات صح القياسات هي اهم حاجه بالضبط اهم حاجه القياسات وبعد كده راح كده اعمل لها اشوف بس انا لما ازعل لما الناس يجوا يقولوا لي مثلا انا جاتني واحده قبل فتره جابت لي بنتها قامت قالت لي شوفي هذه بنتي وباك الله يعافيك هي ترى ما فيها وزن كثير بس باك شويه تاخذي لها من بطنها شويه كده الارداف شويه كده مش عارفه طالعات قلت انا ما بفصل فستان من جد احنا بنشتغل على الجسم كله بس 50% منهم بدور على هذا الشيء بالضبط خلينا بالضبط هذا شيء غلط المقدمه هذا شيء غلط انه بندور على ده الشيء طيب احنا عندنا مشكله كبيره برضو بالنسبه حكايه الستات نسبه كبيره من الستات نجله بي 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 بيمشوا بيقول لك انا جايه اليوم ومندفعه وحاعمل واستمر على طول لكن للاسف بيجي عند اول اسبوع ثاني اسبوع البنات بكسل بيوقفوا كل شيء وبيصيروا الروحة الجيم دي بدل ما تكون مثلا كل يوم بتصير اول شيء مره بالاسبوع بعدين مرتين بالاسبوع بعدين مره بالاسبوع بعدين مره بالشهر بعدين انا ابغى افهم ايش اللي يخليني انا كممبر انا اتحمس اني انا كل يوم اجي على الجيم اني انا اتحمس اني انا اغير اللايف ستايل حقي وفعلا انا ابغى اغير حياتي اهم شيء هي ايش تبغى هي ايش تبغى لو هي أنا تبغى انا ابغى يبغوا الجسم الحلو والرشاقه بس أكيد. الاراده والعزيمه اهم حاجه هي ايش تبغى فوق هذا كله انا اقول لك المدربه لها دور لها دور انه هي بتجذب البنات للنادي بحركاتها باسلوب الكلام حتى الكلاس نفسه لا يكون مثلا كل يوم نفس التمارين كل يوم نفس الاكسرسايز كل يوم نفس الميوزك نحن بنغير انت يعني انت بتقولي انه هل العامل النفسي من قبل الكوتش ممكن تساعدها انه هي ممكن تغير شيء لا. لانه مشكله ممكن ليش لا لانه هو عارف سبحان الله عارف زي الكونتاكت بيناتهم فحلو لما يكون الكونتاكت حلو مع بعض كده وتكون المدرب عارفه تحمسك وتشجع تقول لك ايوه انت تقدري انت تعملي انا اجيب بنات لا ما اقدر مش عارفه ولا ظهري يعوني لا اقول لها شكلها بالبدايه بيكون تخين مره فبتيأس تحبط بالضبط فانا اقول لا تقولي كلمه ما اقدر ما في كلمه ما اقدر كل شيء يطلع زي مثلا في اوضاع معينه في الـ في الـ في الـ في التي ار اكس لما بنعمل في الابس يجوني البنات نجله نو واي ارفع نفسي نو واي اقول لا شيلي وزن جسمك اقول لها مشكله ما تقدري تشيلي وزن جسمك صح مشكله مو صح كمان الرياضه يعني اكيد انا ارجع اقول انه هي ما انحطت في يعني نظام تدريب الجيش بشكل عام الا وهي تحتاج قوه تحمل وصبر بس والله حلو نتائجها جدا فتاكه وجدا رائعه هي الرياضه عموما يعني بعد لما الواحد ينتهي من مجهود كبير من جد يخلص يشعر براحه شوفي كفايه النفسيه يعني انا اتكلم عن نفسي يعني انا اكثر حاجه خلتني ان انا اتجه مجال الرياضه هي النفسيه ايش طبعا. النفسيه اشرحي لنا الموضوع يعني النفسية. انه راحه نفسيه انا مثلا الناس المعرضين للاكتئاب الناس العصبيين الطاقة السلبية القولون العصبي الرياضة أهم حاجة تشلك القولون العصبي على فكرة حتى لو المشي في ناس نجلة بياخذوا الرياضة اللي هي عبارة عن أجريسيف أشياء نط وهبد وأشياء زي كده لكن من بلاش أقول ماي إكسبيرينس عشان الناس لا يقولوا إنه أنا بتكلم من جنرال إنه الرياضة فيها أشياء تانية في تاي تشي في يوغا في أشياء كتير الناس ما هي فاهمة قد إيه يعني إيه بتطلع النيجاتيف إنرجي أو الطاقة السلبية هنا البوينت إنه إحنا نبغى نقول للناس ترى أنت كل حياتك هتتغير صح وانس إنك أنت وصلت للمرحلة دي إنك بالزبط. بتلعب رياضة وبتتأمل بنفسك وبتخاطب جسدك أهم شيء إنه الواحد كده لما يبغى يدخل النادي يشوف نفسه هو إيش يبغى أهم حاجة بناء على الـ على الـ على الشيء اللي في داخله هيطلعه برا بالتمارين اللي هو حيعملها بالاوزان اللي هو حيشيلها وكل ما حيشوف في نفسه قد ايه ثقافتنا الرياضيه نجله والله ما شاء الله دحين كثير بدأوا كثير اول زمان صح ما كان في ثقافه ابدا يعني بيني وبينك ما زالوا في ناس تجيك يعني عن جد حتى في نظام الاكل لما كده اقول لها مثلا بعد الحديد يبالك تروحي تاخذي بروتين تقول ايش هو البروتين بروتين شيء بصرف النظر اقول لها خذي بروتين تقول يعني ايش هو البروتين أوبس. يعني ايش هذه الدرجه يعني ما شاء الله بنات متعلمات ودارسين وجامعيات يعني هذا الشيء انا استغرب منه صراحه بس ما شاء الله في ناس بنات 100% عليهم ما شاء الله بيهتموا باكلهم بيهتموا بغذائهم بيهتموا بوقتهم عارفه منظمه نومها منظمه اكلها منظمه وقتها
كل شيء حيصير. على يعني حتى من ناحيه لما كده واحده تقول لي ما عندي وقت النادي، اقول لها هي شغله نص ساعه يعني بس. حكايه مثلا زي عندك التياركس، انا وقت ما اسافر شنطه قد كده صغرى احطه في شنطتي في شنطه السفر واروح نفس الاوتيل عندي، بس اعلقه هو عارف زي الهوك يتعلق على الباب واقعد اشتغل عليه نص ساعه بس. ما شاء الله عليك، واضح انه عندك عزيمه كبيره يا استاذه نجله. ابغى استاذه نجله قديش النظام الغذائي ممكن كمان يساعد؟ اكيد اهم شيء يعني ناس تقعد تاكل 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 بعد كده تقول لك انا رايح النادي. شوفي من ناحيه التخسيس اهم شيء الواحد يعني مثلا لو انه قلنا التخسيس 100% 80% تنظيم اكل 20% رياضه. شايفه كيف؟ اهم شيء انه الواحد ينظم اكله، يعرف هو ايش يبغى، ايش هو الجسم، ايش ناقصه او انه ايش زايد فيه، كيف يعرف؟ طبعا حيروح دكتور حق تغذيه مثلا يقول له مثلا يحطه على جهاز بيعرف كميه المسلز والدهون عنده والعضلات والسوائل يعني زي كده بجسمه، بعد كده بناء عليه حيعرف هو ايش اللي زايده او ايش اللي ناقصه. شكرا لك. تمام والله انت ذكرتيني في مقوله كنا احنا واحنا صغار كلنا نقولها دائما، انه العقل السليم بالزبط. في الجسم بالزبط. السليم وبالفعل احنا لو قررنا ان احنا نمشي بلايف ستايل انه صح حياتنا حتتغير، انتاجيتنا في العمل حتتغير، كل شيء فينا حيتغير. انا شاكره ليك واتمنى لك كل التوفيق وادعو كل السيدات انهم ينتظموا ويغيروا حياتهم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره الصحيه ما زالت فقرات سيدة مستمر، لكن بعد هذا الفاصل القصير وخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل. تنسيق الحفلات والمناسبات الخاصه، فن وابداع بانامل سعوديه.